أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج تمويلي في مصر، وتتوقع اتفاقا في غضون أسابيع. قالت جورجيفا إن المناقشات كانت بناءة وأن هناك إشارات مشجعة تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن إعلان مصر عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط يعد علامة إيجابية للغاية. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن صندوق النقد سيأخذ في الاعتبار تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر. ساهمت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص. في هذا الإطار أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية. وقد جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى لوكسمبورغ ولقاء رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مصر وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة وتطوير المصانع لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وخلال كلمة ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخة 30، أكد وزير الزراعة على أن الدولة كثفت من جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات حفاظا على البيئة والمناخ. وأشار الوزير إلى أن مصر تعد مصدرا رئيسيا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي، وقد تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار في عام 2023، وتحتل المركز الرابع عالميا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف العديد من الخطط الطموحة في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى لإنشاء 26 مدينة جديدة. خلال كلمته باجتماعات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال إن مصر تستهدف أيضا توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا. أشار إلى أن مصر قدمت عددا من الحوافز الغير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية التي تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين. في سوق المال تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات كلية تجاوزت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.28 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجكت 30 بما نسبته 94% ليصل ويحقق ما قيمته 29,205 نقاط، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 45% ليغلق عند مستوى 7,542 نقطة، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,536 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية هامة تصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 6%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 3%، وكذلك تقدم مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2%، كما صعد المؤشر القطري بنسبة 5%، نظرا للأداء الإيجابي الذي حققته معظم الأسهم المدرجة
على المؤشر.